باع 10% من أسهم أبل مقابل $800 بس، ولو احتفظ بها لليوم كانت رح تقدر ب $345 مليار. في سنة 1976 انضم رونالد وين المهندس المتمرس البالغ من العمر 41 سنة لستيف جوبز وستيف ويزنياك لتأسيس أبل، وكان مسؤول عن الإشراف على العمليات وتصميم أول شعار للشركة. ورغم مساهماته الكبيرة استمرت شراكته 12 يوم بس، خوفا من المخاطر المالية، خاصة بعد أن اقترض جوبز $15,000 لتلبية طلب أحد الشركات. قرر وين بيع حصته مقابل $800 خشية من أنه يقع الدين عليه إذا فشلت الشركة، باعتباره الشخص الوحيد يلي بيمتلك أصول شخصية كبيرة بما في ذلك منزل. ورغم أنه البعض بيعتبر هذا الإشي خطأ فادح، إلا أنه وين لم يندم قط، فقد آثر راحته النفسية على الثروة. وكثيرا ما قال أنه لو بقي مع أبل لكان الضغط النفسي قد قتله على الأرجح، مما رح يجعله أغنى رجل في القبر. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.